اهلا وسهلا فيكم. فقره الحرف اليدويه اليوم مع فرح النوايسي، ورح تعمل اليوم هيك تذكار للايستر. اهلا وسهلا فيك. اهلا، كيفك روان؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. ايش رح تعملي لنا اليوم؟ اليوم بدنا نعمل هدول الاكياس حلوين. هذا بضل ذكرى، بتعرفي بالضبط بضل ذكرى، وممكن نحط فيه من جوا البيضه اللي بدنا نزينها، ممكن نحط كاندي شوكليت، يعني اي شيء انت بتحبي تضيفيه احنا ممكن نعمله. حبيت فكره الادان فيه اللي هو الارنب اللي هي بتميز عنا عيد الايستر بهاي الشغله، يعني اي شيء بخص الارانب، بخص العصافير، بخص البيض، بهذا العيد بنحب ان نستعمله. طيب انا رح اعمل هذا الكيس هلا. شو رح تحتاجي؟ اوكي، هلا انا رح اعمله من اللباد. بس هذا من اللباد. بالضبط من اللباد. اشوف والله بس انا حاطه فيه معبيته، بس اللباد هذا خفيف، مش زي اللي بنشوفه دائما. بالضبط. هلا هو هذا اللباد في منه نوعين، روان. في نوع سميك وفي نوع خفيف. اللي انا بدي اشتغل فيها هلا الخفيف، لانه السميك حيكون صعب صراحه بالشغل وما حيطلع مرتب، فانا بدي استعمل هذا الخفيف. وحلو انه نستعمل الالوان اللي هي الوان الربيع، اللي هي الوان الايستر اصلا، الاصفر، الاخضر، الاورانج، الوان الربيع، فبيكون حلو. هلا الأدان رح نعملهم من الخيش والكرتون، شوف زي هيك حيطلعوا معنا. فهلا بنشوف كيف بدنا نعملهم. طيب هلا اول شيء بدي اشوف اللبات كيف بدي استعمله. طبعا احنا بنكون بالحجم اللي احنا بدنا اياه حسب احنا شو حابين نحط بهذا الكيس. هلا بس في شغله انه انا بدي اطويه بالشكل هذا، بدي احط سيليكون هون، سيليكون من الجهه الثانيه، واطويهم على بعض بالشكل هذا. هلا طبعا انا عشان يكون الاطراف عندي مرتبين راح اقلبها بالعكس. زي الخياطه هيك عملتي. بالضبط، يعني هو انا اختصرت فكره الخياطه، ممكن تثبت بالخياطه طبعا، بس هون لسه انت ما تركتيها تنشف شوي. بس انا بدي اعملها بالسيليكون، يعني هذا كيس انا عملته بالسيليكون صراحه مش بالخياطه. هلا بصير اللي عنده وقت زياده بده يخيط بيقدر، يعني ممكن يخيط، بس السيليكون بيضل اسهل، بيكون اسهل وبيعطينا نفس النتيجه النهائيه، بس اهم شيء انه نتركه ينشف. والجهه الثانيه كمان نفس الشيء، كثير حلو. بس هون نظبط الزاويه. حلو هذا اللون الاخضر، انا كثير بحبه. انا هذا كثير الالوان هاي صراحه بحبها، ودائما بشتغلها للبيبي. ايوه انا يعني بحبها للبيبي، للولاد كثير حلوه. صح خلص بكفي ازرق، بكفي. حتى تعرفي مع الازرق حلو، يعني هذول اللونين. يعني انا اشتغلته مع الازرق حلو، وحتى للبنت مع الفوشي، مع فوشي كمان حلو. انا مريم بنتي كنت عامله هذول اللون، هذا وهذا بالضبط، كثير حلو فوشي هذا فرح وهذا كثير. بس انا كنت زايد الاصفر اللي هو زي هاي الدرجة. بالضبط، يعني هيك بالضبط مع بعض كنت حاطتيهم كثير حلوين. هلا احنا خلصنا الكيس، بدنا نتركه شوي عشان نشتغل الأدان. طيب قولي لي، هذا بتطرز عليه الخيش؟ هلا صراحة من فترة حاولنا نطرز عليه، صراحة ما بيزبط لأنه بنسل، بتنسل يعني ما بتضلها جامدة الخيط. أيوة فلا ما بيطرز عليه. فهلا أنا بدي أعمل الأدان تبعون الأرنب، يعني بشكل تقريبي. فأنا بدي أعمل هدول، حصلت على هدول الشكلين. طبعا الكرتون هون مهم فيها هاي عشان يعطينا تطلع عنا الاذن جامده، ما تكون رخوه. فهلا بدي استعمل هذا اللاصق، نبعد عن السيليكون فيها هون لانه ما حيزبط بالسيليكون. وبدي احطه من الجهتين عليه بالشكل هذا. كمان من الجهة الثانية نفس الشيء، بدنا نركز على الأطراف. احنا لايف طبعا على صفحتنا على فيسبوك، لكل اللي ما بقدر يتابعنا من التلفزيون بقدر يتابعنا على صفحة دنيا يا دنيا. خليني أوطي الصوت. تمام. هلا احنا
طويت الخيش عليها من الجهتين وكترت اللاصق حتى تجمد عندي، وبعدين لما يجمد اللاصق هذا بيعطيني سماكة أكثر صح للكرتون. تمام. هلا طبعا هو بما انه احنا عندنا الخيش، فالخيش انت ممكن تشوفي من خلاله، فانا بدي بس اشيل الاطراف الزايده عندي من الخيش واحصل على شكل الايدين لحالها. طبعا ما بفضل ان نشتغل فيها على طول، يعني نتركها ربع ساعه نص ساعه لحتى تنشف مظبوط وتصير جاهزه للشغل بالشكل هذا. اوكي، فهيك بتكون عندنا اول ايدين جاهزه. هلا انا بالعاده صراحه لما اشتغلها بتركها تحت إشي يكون شوي ثقيل عشان تجمد اسرع وتعطينا الشكل، ما يصير عندي فيه فراغات من هون. اوكي. هلا بدي استعمل، ما انه انا مستعمله الكيس الاصفر او اللباد الاصفر، فبدي اضبط اكمل الايدين من اللباد الاصفر. اوكي. وبدي اعمل كمان اساس نعطيها شكل الايدين مظبوط. إذن الأرنب. يعني أنا ما رسمت صراحة، هو عشوائي صار الشكل بس بيعطينا شكل حلو. أوكي. تقريبا هيك صارت عنا الإذن جاهزة كتير حلوة. تمام. طيب وبعدين بنعمل الدان الثانية. بالضبط، بنعمل الإذن الثانية. هلا يا إما بنعملها أو بنكون إحنا مجهزين. هلا أنا صراحة مجهزة ثنتين زي ما حكيت لك إنهم يكونوا جامدين مظبوط، على أساس الفراغات من هون من عندي تكون 100% مغلقة ما تكون مفتوحة. طبعا. بدي أرجع بس أكمل لهم باللباد. باللباد شيل الزيادة من هون. يعني شكل بسيط، وهذا ممكن الأطفال يعملوه لما هم بيزينوا بالبيض مثلا، ممكن يحبوا يهدوا أصحابهم بالمدرسة. اوكي. تمام. كتير حلوة. وهاي الثانية. طبعا يفضل التماثل فيهم، انه احنا لما بدنا نشتغل على واحدة يعني نقصهم التنتين بنفس الوقت عشان نحصل على نفس الشكل بالضبط. هلأ أنا بس هون بدي أحط شوية سيليكون وأحط الإيدين على الثانية بالشكل هاد. حلو، كتير حلوين. تمام. هلأ بدي أجيب الكيس اللي أنا اشتغلته وبدي أحطها هاي بالكيس من جوا على الطرف. عموماً احنا طالعين زي ما قلنا لايف على صفحتنا على فيسبوك، اللي بيحب يبعت لفرح اي سؤال نقدر نقراه. رؤى الجندي بتصبح عليكي، سعدتي كلك زوق. بيان صبح كمان بدنا تعملي لنا شويه اكسسوارات يا فرح. اكيد نعمل، ليش لا. ونسرين الخطيب كمان برضه بدها افكار لمر رمضان لانه قرب ان شاء الله. بكل موسم انا راح يعني بكون مجهزه اكثر من حلقه صح حول الموضوع. نور معايطه مبدعه فرح دائما. شكرا نور. شروق عيسى كمان يسعد صباحكم منورين. صمت التمني رمضان بدها كمان لرمضان. وبراء كنعان محمد صباح الورد. راما الزيود صباح الورد. راما وعبير درويش كمان صباح الخير. عبير صباحكم. فداء حوراني فرح كتير مبدعة. شكرا. صباحكم. سوزي عدوان كمان صباح الخير لكل طاقم رؤية مبدعين في كل شيء بتقدموه من الإمارات عم بتتابعنا. شكرا شكرا يا سوزي. وبراءة خالد كمان بدنا أفكار لهدايا. هيني أنا يعني هاي الفكرة اللي أنا عملتها اليوم ممكن تكون هدية ممكن نهديها بالإيستر للضيوف اللي بيجوا عنا. زي ما حكيت لك ممكن تحطي ضيافتك فيها، ممكن تحطي البيض بعد ما تزينيه فيها. فكل فقرة إن شاء الله بتكون في منها فكرة مفيدة، وهو هذا اللي إحنا صراحة بنحبه بفقرتنا صح. إنها تكون كل شخص يستفيد منها. حلو. الكبار والصغار يعني بنحاول قدر المستطاع أنا وفي.
هلا طبعا هذا الكيس صار عندنا جاهز. شوفوا شو طلع حلو كيوت بجنن كثير حلو. احلى شيء. هلا ممكن ننزل منه مثلا كارت، ممكن نحط اي شيء بخص الايستر. كثير حلو. يعني مثلا انا جايبه هدول برضه بدي احكي عنهم، انه برضه في هلا بالاسواق كثير اشياء بتخص الايستر للي ما بده يشتغل تفاصيل كثيره هون. ممكن يجيبهم بالضبط ونحطهم على شغله. فهي حتى لو ضفتها هون كمان حلوه، وحده معك ووحده معك. حلوه والله، ضيفيهم حلوين. هلا بنضيفهم، يعني هاي اختياريه، بس انا صراحه بحبهم هدول الاكسسوارات، واسعارهم جدا عاديه. فهيك صارت عندنا هاي جاهزه. بدي احط الثانيه كمان عشان نصورهم. هلا في فكره ثانيه بدي احكي عنها، عن اذان الارنب. هلا انا بالفقرات الماضيه استعملت الكرتون اللي هو لمحارم المطبخ. عملت منه الرينج تاعون النابكن. فانا ضايل معنا دقيقه. اوكي، فانا بس بدي احكي لكم شغله، انه بنفس الطريقه نفس ما انا عملتها، ممكن انتم تتابعوا الحلقه انا كيف غطيتها باللباد، عامله نفس الاذان وبس بدي ادخلهم جوا النابكن. هلا ليش ايش الحلو فيهم هدول بالضبط؟ انه هاي كرتون، فانت ممكن انك تسيطري عليها زي ما بتحبي، مش شيء سميك. يعني هون انا بالمقص او بالسكينه او بالمثقب ممكن انك تحصلي على الفتحه اللي عندنا بالرينج هون. انا بس هون بدي اضيف لها شغله بسيطه، بدي احط لها فيونكه صغيره هون بالشكل هاد. وجايبة أنا معي كمان محارم، أفرجيكم كيف بدي أحطهم. كتير حلوة. فبالشكل هاد نعمل هدول. فشوفوا شو حلوين وبسيطين، أي حدا ممكن يعملهم. هاي كمان كتير حلو. إن شاء الله تكون هيك الفكرة بسيطة كثير حبيتها، والكل يقدر ينفذها. والصغار أنا بحب الصغار يشتغلوا صراحة، وشي سهل يعني بيقدروا يشتغلوا مع أمهم، فحلو أنهم يعملوا ويهدوا لأصحابهم. كثير حبيتها، بدي أتشكرك فرح كثير. حبيبتي روان، شكرا كثير لك، عن جد مبدعة. أهلاً أهلاً. شكرا لك. أهلا سهلا فيكي. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.